صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان ناين لايف، وحلقة جديدة من نهارك سعيد. النهاردة الاثنين 14/8/2017، هنكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء ومتابعة لأهم الأحداث المحلية والدولية. صباح الخير. صباح الخير يا صباح الخير ماي. صباح الخير مشاهدي ناين لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل رغم الأحداث المؤسفة اللي حصلت يوم الجمعة. طبعا خالص العزاء من نهارك سعيد، انا ما كنتش موجود في الهوا هنا من يوم الجمعه، فيعني خالص العزاء لكل بنعتبرهم شهداء اللي توفوا في حادث القطار الوجع قلب كل المصريين، وان شاء الله كل المصابين اللي خرجوا من المستشفى يكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا رب. ماي، عندي معلومه عايز اقولها بس كده على الصبح، ان احنا تاني دولة، أكيد أنت عارفة المعلومة دي وكثير من المشاهدين نهارك سعيد عارفين المعلومة، إن إحنا تاني دولة في العالم بتخش فيها موضوع القطار. حوادث السكة الحديدية. لا أنا قصدي تاني دولة في العالم في التاريخ إن إحنا يبقى عندنا خط سكة حديد. سكة حديد. وإمبارح كنت بسمع سيادة الوزير وزير النقل بعد ما وافق على استقالة الرئيس الهيئة القطع السكك الحديد، بيقول ان احنا بقالنا من حرب الاستنزاف ما طورناش سكة الحديد. من حرب الاستنزاف اللي هو بتتكلم من 67 لغايه 73، يعني كده يعني تقريبا 50 45 سنه ما طورناش خالص في مجال الموضوع بتاع السكة الحديد في مصر. خليني اقول تاني ان احنا هي السكة الحديد قعدت فترة طويلة جدا فعلا بتستنى وتنتظر اصلاحات، لكن السنتين اللي فاتوا اتصرف ملايين من الدولارات على تطوير هي السكة الحديد، ولكن واضح انه كان في احتياج لملايين اكتر وكان في احتياج لصرف اكتر عليه. امبارح سيادة الوزير النقل كان مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليومين اللي فاتوا مع رئيس الوزراء، واكد المعلومه دي ان احنا ما اتصرفش علينا بجد او على القطارات بتاعت مصر بقالنا 45 سنه بشكل المفروض. على فعليا ما حصلش التطوير المطلوب الفتره اللي فاتت. ده حقيقي، وبالفعل القطار يعني مجال القطار ده ما بيتصرفش عليه ملايين وبس، لا ده بيتصرف عليه مليارات، عدد غير طبيعي من الفلوس، حاجات بتتاجل بقالها سنين طويله جدا وفي الاخر للاسف فتحت كل حاجه. بقى لله مرة تانية في كل ضحايا الإرهاب وضحايا الإهمال اللي يعني الفترة اللي فاتت تقريبا بقى عاداتهم شبه بعض جدا، ونتمنى أن المرة دي لسه عندنا الأمل المرة دي ما يقفش الموضوع عن الإطاحة بوزير نقل، الإطاحة برئيس هيئة السكة الحديد، ويكون في فعلا تطوير حقيقي وصرف حقيقي. نعم. في مجال أو في القطاع ده بالتحديد، لأن القطاع ده بالتحديد بيوجع قلبنا كل يومين تقريبا، يومين ثلاثة بيبقى في حادث جديد. نعم. خلينا نستعرض مع حضراتكم الفقرات اللي هتكون موجودة معانا النهاردة. عندك انت او ابتدي بقى انت مالك. انت عندك صفحه الصحافه استاذ احمد سنجاب رئيس القسم السياسي بوكاله انباء الشرق الاوسط هيكون موجود معانا النهارده فقره الصحافه واستعراض لاهم منشطات الصحف اليوميه. النهارده هنعرف معلومه جميله جدا زي احنا دايما بنقولها، انك انت ما تديش الشخص اللي قدامك السمكه، لا اديله الصناره. حوالين الجملة دي اللي احنا دايما بنسمعها معانا الأستاذ أحمد صابر شعلان مدير إدارة المعارض والتسويق بالمؤسسات القومية للتنمية الأسرة ومعرض الأسر المنتجة. الفترة اللي فاتت سمعنا عن أمراض وفيروسات جديدة وغريبة ونادرة، وفجأة اكتشفنا إن هي مش نادرة قوي كده وإنها منتشرة، ومنتشرة تحديدا في مصر. النهارده هنتكلم عن مرض جديد هو مرض الـ MS اللي تقريبا بيعاني منه 40,000 مواطن مصري، وهيكون معانا علي دياب هو سيناريست وعامل فيلم عن المرض ده، هنعرف هو إيه وطرق العلاج منه إن كان في طريقة علاج. المركز الثقافي الروسي، مركز الثقافي الروسي ده على فكرة من زمان جدا وهو موجود في مصر. النهاردة هنستضيف الأستاذ شريف جاد مدير النشاط الثقافي المركز الثقافي الروسي، ودور المركز في مصر هنعرف منه ايه اللي بيدور بالظبط في المركز الثقافي الروسي. وانا هنتهز الفرصه ان انا في الفقره دي ان انا اساله هو ليه روسيا لحد دلوقتي ما رجعتش السياحه، ده لو عنده رأي. ناس كتيرة جدا بتهتم بسباق السيارات والسرعة، النهاردة هيكون معانا هيثم سمير بطل سباقات السيارات، وهنتكلم عن سباق السيارات والسرعة في مصر وأهمية وجوده عموما، وهل بيفرق في السياحة، بيزودها، بيقللها. هنعرف الفترة اللي جاية وضعينا ايه من سباق السيارات. هو عموما سباق السيارات ده الحقيقة كويس ان هم اهتموا بيه، لانه الشباب في خلال ال20 سنة اللي فاتوا دول بقى بيعملوا سباقات في الطرق
ويعملوا حوادث غير طبيعيه. ما هو بقى هي بتعتمد على الطرق. عشان يبقى في سباق سيارات لازم يكون في طرق ممهده. لما يبقى سباق سيارات ده معناه انك انت دي مسابقه دي يبقى ليها مكان محدد. انما سباق السيارات اللي بيحصل مثلا في شوارع مصر وفي القاهره وفي اسكندريه وده يعني طاقه موجوده عند الشباب. سباق برضو يا اشرف اتمنى فندم سباق برضو سيبها شويه كده سباق. لا سباق ايه ده احنا بيروحوا في الشباب بيروحوا لا طبعا احنا اكيد حوادث بنتكلم على السباقات الحقيقيه المنظمه اللي ليها اماكن محدده للسيارات. اتمنى ان احنا فعلا نهتم بالموضوع ده ان الشباب عندهم طاقه في الموضوع سباق السيارات ده نهتم بيها وخصوصا ان احنا ما عندناش فعلا متسابقين بيروحوا العالم مثلا والكلام ده. بعد الفاصل اللي جاي هنستقبل معاكم ضيف جديد في نهارك سعيد. استنى